أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله حنحكي عن الـ Bleeding Disorders، إن شاء الله اللي حنقسمها لـ Early Bleeding و Late Bleeding. خلينا نمشي مع سلايداتنا. أن Bleeding during pregnancy، طبعا هذا الكلام abnormal، الطبيعي إنه ما يصير أي نوع من الـ Bleeding خالص أثناء الولادة، وإحنا قلنا قبل هيك إنه أي Bleeding هذا إشي abnormal should be investigated. Vaginal bleeding occurs in 16% of all pregnant women during the first trimester. في الثلث الأولاني بصير حوالي 16%. The exact etiology of bleeding is not always known. ولكن في بعض العوامل، في بعض الريزونز اللي حنحكي عنها إن شاء الله. حنقسم البليدنج لنصين، bleeding in early pregnancy يعني في العشرين أسبوع الأولانيات، وهدول حنحكي عنهم بالتفصيل. اليوم حنحكي عن الأبورشن ونخلصه، والمحاضرة الجاية حنحكي عن ectopic pregnancy والهيداتي فورم مول. لما نيجي نعرف الأبورشن حنقول إنه هو death or expulsion of the fetus، إذا البيبي أو الفيتس بموت وبيخرج من برا رحم الست، إما spontaneously لحاله وهذا غالبا بنسميه miscarriage، or by induction إنه إحنا نعمله وهذا بنسميه induced abortion أو therapeutic abortion حسب السبب ليش بنعمله. وقتيش طيب هذا الكلام؟ before the viability. إحنا قلنا the viability في البلاد المتقدمة لحد 21 أسبوع، وإحنا قلنا في بلادنا لحد 24 أسبوع، وبالتالي إذا لحد 20 أسبوع طلع هذا البيبي أو الفيتس بنسميه abortion. طب إذا استمر 22 23 25 27 أسبوع بصير اسمه still bear. وتصيبكم من الوزن، هنا أنه الوزن ممكن يكون أقل من 500 جرام. abortus اللي هو الطرح اللي بينطرح، الفيتس اللي بيطلع مع الابورشن، فيتس لوست بيفور 20 ويكس اوف جستيشن، او انه حجمه اقل من 17.5 اونصه او اقل من 500 جرام. في عده انواع من الابورشن حنحكي عنهم واحد واحد. spontaneous abortion أو اللي بنسميه miscarriage without planning يعني بصير رباني من الله هيك، أو induced abortion. induced يعني إحنا بنعمله، they are performed deliberately بشكل متعمد، إما for medical reason therapeutic واحد عندها heart disease أو ما شابه ومش قادر تكمل الحمل، أو for social reason. إحنا طبعا ما فيش عندنا social reason لأنه هناك في بلاد برا الواحدة بتروح وبتحمل بالحرام مش عارف ايش، فبدهاش تكمل الحمل خلاص، فبتروح على دكتور بنزل لها الحمل تبعها. نيجي على الـ spontaneous abortion، نشوف الاتيولوجي تبعته. exact الاتيولوجي بالضبط مش معروفة، ولكن في بعض العوامل. معظم او نسبة كبيرة من حوالي 80% من الابورشن بتحصل في الفيرست تريمستر يعني في اول 12 اسبوع، وفي الجزء الباقي 20% بتحصل ما بين الأسبوع 12 للأسبوع 20. لو جينا نطلع على الأسباب حنلاقي إنه الكروموزوم الأبنورماليتيز، الكروموزومات اللي أجت من الأم والأبو فيها صار خلل مسؤول عن 60% من اللي بصير في الفيرست تريمستر. طبعا النسبة هذه بتقل لحوالي 7 شوي شوي، لحد لو وصلت ل 24 اسبوع بتصير 7%. طبعا 24 اسبوع بدناش نسميه ابورشن، بنسميه ايش قلنا؟ ايوه بنسميه ستيل بير. طيب بدنا نقسم العوامل اللي بتؤدي للابورشن لنوعين او لقسمين، قسم مسؤول عنه الفيتس وقسم مسؤول عنه الام، وفي البعض بيقول لك الابو كمان له علاقه. لما نيجي عن الفيتال فاكتورز قلنا انه الكروموزوم الابنورماليتيز هي بتسبب من 60 ل 80% من السبونتينوس ابورشن، في خلل في الكروموزومات وبالتالي الديفلوبمنت تبعت البيبي بتصيرش بشكل طبيعي وبالتالي بينزل. فولتي او خطا او ديفكتيف جيرم بلازم، البويضه تبعت الست كان فيها خلل في زون فاوند ان ذا سيتوبلازم اوف ذا ايج سيل، في خلل في السيتوبلازم تبعت البويضة تبعت الأم،
او ممكن صار اثناء الديفلوبمنت، بعد ما صار زايجوت، بعد ما صار كونسبشن وزايجوت، صار في مال فورميشن اوف ذا تروفوبلاست. التروفوبلاست اللي هو بيتكون منه البيبي، او صار في بور امبلانتيشن للبلاستوسيست، وبالتالي صار في خلل في العملية من الأساس، صار فيها خلل. لو جينا للعوامل اللي من ناحية الأم، حنقسمها لعدة أقسام. القسم الأول حنقول جيرنال كونديشن تبعت الأم، زي بعض أنواع الإنفكشن، ممكن يكون عندها بكتيريوريا، التهابات مزمنة في البول أو شيء، أو كلاميديا الإنفكشن بتأثر، أو كرونيك ديبليتيتنج ديزيز، أمراض مزمنة زي الضغط ورينال ديزيزز، أو مشاكل في الإندوكراين سيستم زي أن كنترول دايبيتيز، أو في خلل في إنتاج البروجسترون، أو نسيت إن عندها مال نيوتريشن، أو في إنكومباتابيليتي إما بالآر إتش تبعها وتبع البيبي، إنه دمها يكون سالب والبيبي موجب، أو حتى في فصيلة الدم، بس فصيلة الدم يعني إنه هي تكون فصيلتها مثلا A والبيبي B، هاي يعني مش كتير، إنما الأكثر إنه لو كان هي دمها سالب ودم البيبي موجب. تحت الماتيرنال كونديشنز ممكن يكون في جنرال كونديشنز، ريكريشنال دراجز، نكمل احنا تحت الجنرال كونديشنز، انه هاي الست اما بتدخن او بتشرب الكحول. تذكر احنا قلنا انه الالكحول ما فيش عدد معين من كمية الالكحول بتشرب الست نقول عنه سيف، او كثرة شرب الكافيين، او الراديشن اكسبوجر، تشوفوا لما تروحوا عند اقسام الاشعة بتلاقوا ممنوع اقتراب الستات الحوامل، او الاورال كونتراسبتيفز، او انفايرمنتال توكسينز، او الدراجز المخدرات، او انها تاخذ ادويه لها تيراتوجينيك افكت. بالنسبه للايجنج جاميتس، انه لو عملوا لها انسيمينيشن لاي سبب او اخر، لاي سبب من الاسباب اللي حكيناها في الاسيستد في الزراعه والحاجات هذه، انه كان عم السبيرمز 4 ايام او اكثر، insemination 4 days before or 3 days before ovulation. مذكرين قلنا انه السبيرمز يعني بتعيش، يعني الافضل لها انه في خلال اول يومين بصير الحمل بتكون اقوى، وهذا بعد هيك بتصير الفرصه اقل، وبالتالي لو صار حمل بيكون السبيرم هذا عمره كبير خيار، وبالتالي في خلل في الكروموزومات بصير فيه، او لابارتومي، الست عامله عمليه جراحيه في بطنها سبيشالي في منطقة الحوض، منطقة الأعضاء التناسلية، أو فيزيكال تروما وهي حامل صح لها، وهي حادث سيارة اتكتلت هي وجوزها، فصها حمار ولا إشي زي هيك، فممكن تعمل لها تروما، أو سايكولوجيكال فاكتورز، كان سفير ستريس، سفير أنزايتي ممكن تنزل، أو ماتيرنال أناتوميكال ديفيكتس، نقلل في الأناتومي تبع الريبرودكتيف سيستم تبع الست، او خلل في الاميون سيستم تبعها، او خلل في الاندوكراين سيستم، او اكسبوجر تو فيتو توكسيك ايجنت سواء ادويه او اشعه او ما شابه. طيب، في عوامل اخرى برضو تحت الماتيرنال فاكتورز بدنا نحطها تحت عنوان فرعي، لوكال ديس اوردرز اوف ذا جينيتال تراك زي اكوايرد يوترين ديفيكتس such as ليوميوما، اللي معناها benign smooth muscle neoplasm، يعني بصير في العضلة تبعت اليوترس بصير فيه نمو مش طبيعي، بس هذا benign مش malignant، أو intrauterine adhesion صار فيه التصاق في اليوترس، أو fibroid تليف في اليوترس، أو retroverted uterus. لما حكينا عن anatomy تبع اليوترس قلنا اليوترس ما هي إلا قدام، فلما مال لقدام اذا كان تلتد لورا، يعني بدل ما هو مايل لقدام صار مايل لورا، معناته صار في خلل في الاناتومي تبعت اليوترس، وهذا شيء مش طبيعي بخلي البيبي ينزل. السيرفيكال انكومبتنس حنحكي عنه لما نحكي عن الهابيتوال ابورشن كمان شويه، او كرونيك ديبليتيتنج ديزيز زي الضغط والرينال ديزيز حكيناهم هذول سابقا،
البعض يعتقد أنه الأب يعني قد يكون له علاقة. طبعا إذا الموضوع قصة الكروموزوم، وإحنا قلنا الكروموزومات مسؤولة عن حوالي 60 ل 80% خلل في الكروموزومات، فوارد جدا أن الكروموزوم هذا يكون جاي من الأب ومش جاي من الأم، وبالتالي وارد جدا أنه يكون في عوامل جاي من الأب. لو جينا عن الأعراض تبعت الأبورشن، هنلاقي من أهمها أنه أي في فاجينال بليدنج، وإحنا سابقا قلنا أنه أي فاجينال بليدنج مهما كانت الكمية بسيطة هذا أبنورمال، والست لازم تراجع طبيب يشوف. تالي the earliest sign of an impending abortion، impending يعني على وشك الحدوث، يعني لسه البيبي كويس، وبالتالي إذا لحقنا هذا البيبي ولحقنا الأم هذا ومع شوية علاجات ممكن يضل الحمل ويستمر. تالي ممكن يصير blood stain discharge، vaginal discharge يكون في شوية blood خفيفة، أو brown spotting بعض النقط على بن شوية، أو إنها تكون أحمر يعني برايت ريد. طبعا الكمية هذه ممكن تكون نقط بسيطة وممكن تكون كمية كبيرة. طبعا كمان مرة حتى لو كان في نقط بسيطة، يعني لو أي ست حامل صار أي نقط بسيطة من الدم تنزل عليها بدها تريح حالها كومبليت بيد ريست، وتشوف عبين ما تتصل على جوزها على أمها على أختها تيجي تاخذها على طبيب نساء ولادة. هنلاقي الست هذه صار عندها pain and cramping، صار في وجع، غالبا بيكون في نص بطنها في الجزء التحت، يعني تحت السرة شوية هيك في منطقة الحوض لتحت المغص. intermittent and accompanied by backache، مش المغص هذا أو الوجع هذا مش مستمر، لا بيجي وبروح، وغالبا بصير مع وجع البطن بصير في وجع في ظهر. طبعا لو الإيش استمر هذا لعدة أسابيع هنلاقي إنه الأعراض تبعت الحمل اللي حكينا عنها سابقا هتبدأ تنحسر شوي شوي، خصوصا إذا زاد البليدنج وصار في البيبي على وشك أو الفيتس على وشك إنه ينزل، هنلاقي إنه صار في دايليتيشن في السيرفكس، وهذا لاحظوا الكلمة present when abortion becomes inevitable، نلاقي دايليتيشن هذا في حالة واحدة رح نحكي عنها كمان شوي inevitable abortion، أو اللي هو inevitable يعني حتمي، يعني مش فيش إمكانية إنه نحافظ على البيبي بعدين. طبعا لو بنفحص منسوب ال HCG level هنلاقيه بينزل، وهنشوفها الحين في الصورة في السلايد اللي معناه. Pregnancy test و vaginal examination and other tests are indicated علشان نعمل assessment طبعا لوضع الست. في الوضع الطبيعي ال HCG بيبدأ واطي وبيطلع يطلع يطلع، خصوصا في أول تريمستر، ولكن هنلاقي إنه طبعا هنا الأطباء النساء والولادة بيقول لك بعد كذا أسبوع بيبقى منسوب ال HCG هالقد وهالقد، بعد مش عارفة كم أسبوع طبعا بتزيد. وين صار الأبورشن؟ افترضنا أنا المفروض يكون 5، المفروض أنا يكون مثلا 8، طب احنا مثلا خلينا نقول هذا الاسبوع العاشر لقيناه مش 8 لقيناه 4، معناته في حاجة غلط منسوب وقتيش. ليش لو بده يبدا ينزل؟ لانه ما تنسوش انه البلاسينتا هي اللي بتطلع ال اتش سي جي، وبالتالي اذا صار ابورشن بدا خلاص البلاسينتا بدها تنزل مع الفيتاس، وبالتالي منسوب ال اتش سي جي في الدم راح يبدا ينحصر وينزل. نشوف الكلاسيفيكيشن تبع الابورشن. النوع الاول threatened abortion، صحيح انه هذا الفيتس ما بينزل لسه في امل نحافظ عليه. any intrauterine bleeding before 20 weeks of gestation without dilatation of the cervix، ما صارش dilatation في السيرفكس، ما صارش expulsion لل POC ال products of conception اللي المقصود فيها الفيتس والامنيتك فلويدز والامنيتك ميمبرين، وبالتالي الست هنا لسه الحمل موجود، لسه هنا ممكن انقاذ الحمل والحفاظ عليه. كمية الدم غالبا بتكون small to moderate amount of bleeding with closed cervix، cervix closed كمان مرة هذا ممكن نحافظ عليه. طيب إذا استمر البليدنج وبدأ السيرفكس شوي dilated والبليدنج صار يزيد، تحول من threatened abortion ل inevitable abortion. inevitable يعني حتمي ما فيش مفر منه، صحيح انه لسه no expulsion of the PoC products ما طلعتش،
ولكن فيش إمكانية إنه نحافظ على الحمل. But bleeding and dilatation of the cervix such as that that a pregnancy is unlikely. إنه صار bleeding كميته أكبر، هنا السيرفيكس is closed والبليدنج قليل، هنا البليدنج كتير والسيرفيكس dilated، وبالتالي هنا شوية ساعات أو إحنا بناخد الست على العمليات وبننزل لها نعمل نكمل الابورشن. إنما فيش إمكانية إنه نحافظ على الحمل هذا. Moderate to large amount of bleeding with uterine cramping، هذه علاماته إنه كمية الدم إما وسط أو كبيرة، مع مرس، مع pain، مع dilatation of the cervix، وبالتالي فيش إمكانية نحافظ على الحمل. طيب هالحين نزل الفيتس، إذا نزل كله بدنا نسميه complete abortion، معناتها passage of all products of the conception after which bleeding stops. طبعا the bleeding استمر، نزل الفيتس، نزل amniotic fluid، نزلت الممبرين، بعد ما نزلوا الحاجات هذولا بدأ البليدنج شوي شوي يخف، والسيرفكس اللي كان في البداية خالص قبل ما ينزل البيبي أو أثناء نزول الـ POC كان شوي دايليتد، بعد ما نزلوا وخلص صار السيرفيكال أوس إز كلوزد وحجم اليوترس نزل. طبعا خلاص الحين بعد هيك صارت الست كأنها في فترة نفس، شوي شوي بيبدأ البليدنج يخف، أو اللوكية اللي سميناها لوكية تبدأ تخف عبين ما ينقطع الدم خالص وتنضف الست. طيب في حاجة نسميها incomplete abortion، إنه جزء من الفيتس بينزل وبيضل جزء آخر. طبعا هذه مشكلة المشاكل، لأنه إذا ضل أي جزء من الـ POC products of conception ممكن تعمل infection وممكن تعمل bleeding، ضل bleeding لفترة طويلة. إذا صار عندنا هنا partial passage of the products of conception، bleeding ضل مستمر وكان heavy with discharge of pieces of tissue، كل شوي بطلع أنسجة أو أجزاء من الفيتس، أو مع severe uterine cramping والسيرفكس بتضلها open ما بتسكرش. لاحظ في الكمبليت abortion بعد ما نزل الـ POC السيرفكس سكر. The uterus is smaller than expected، طبعا اليوترس شوي شوي حجمه بيصغر. نيجي للمست abortion، يمكن كنتوا تسمعوا يقول لك فلانة كان لقوا عمرها 60 سنة وصوروا أشعة ولقوا في عظام ولد صغير في بطنها. يعني أنا الكلام هذا يمكن قريته السنة اللي فاتت، واحدة هندية عمرها 60 سنة وكان مست ابورشن مش عارف لو 20 سنة ولا أكتر. إيش معناته هذا؟ إنه البيبي مات في بطنها قبل 20 أسبوع، ولكن ما صارش إكسبالجن للبيبي، ضلوا في اليوترس تبعها. هذا طبعا حالات نادرة. These often proceed to a complete abortion within 1 to 3 weeks. ممكن في خلال أسبوع البيبي يموت في بطنها ويضلوا أسبوع أسبوعين ثلاثة. طبعا هنا طبيعي إنه الست لما ما تحسش حركة البيبي في بطنها، أو إنه تروح تعمل regular visit للأوبستريشن تبعها ويسمع الفيتال هارتون، وبالتالي لما طبعا إذا بيبي ميت مش حيسمع له، حياخدوها على العمليات وينزلوها هي إذا ما نزلش لحاله. طبعا هذا الست اللي عمرها 60 سنة الهندية شكلها مش عارفة حالها حامل والله شيء، فضلت ضل البيبي في بطنها وما سألتش ولا كان في أنتينيتال كير عندهم في هذاك الوقت ولا ما حسن. هنا بصير no symptoms of abortion، فيش لا bleeding ولا abdominal pain ولا ما يحزنون، فيش حاجة تخليها تروح على الدكتور. But symptoms of pregnancy regress، إنه البيبي بطن الست حجمها ما بتكبرش، بطنها ما بتكبرش، ما فيش حركة للبيبي، ما فيش الأعراض تبعت الحمل بتبدأ تنحصر. Condition may persist for many years as slight irregular bleeding. بعض الستات تصير شوية bleeding irregular عندها، بالتالي ممكن تفكرها الدورة أو إشي زي هيك، وبالتالي ممكن ما تسألش عن الموضوع. Septic abortion صار في infection في الكونسبتس with soft tender uterus. طبعا هنا المشكلة بصير في خطر شديد إنه يصير عند الأم septic shock.
طبعا حيصير في، اذا صار في ديسشارج او حيصير ديسشارج، ريحته كريهه جدا مع persistent bleeding مستمر لفتره طويله، وحتبدا تظهر علامات الشوك من hypotension mass fever، طبعا البين في الابدومن موجود. نيجي للريكارنت habitual abortion او recurrent او habitual abortion. habitual يعني معتاد. ايش معناته؟ انه الست تنزل 3 or more successive spontaneous abortion. successive يعني ورا بعض، يعني لو نزلت مره او مرتين بعدين حملت وكملت حمل وبعد هيك نزلت مرتين، هذا لا يعتبر habitual abortion. لازم يكون انه التنزيلات spontaneous مش induced، تنزل لحالها او مسكرج 3 مرات متواليه بنقول عنه هذا ريكارن. وهذا بدنا نقسمه لنوعين، برايمري. البرايمري انه الست هذه من اول ما تزوجت وبدات تحمل no previous successful pregnancies completed، did not get pregnant before، لا did not complete pregnancy before، لانه هي حملت. اذا اول مره وثاني مره هي حملت، فبدنا نغيرها هنا نقول complete a pregnancy before، صلحوها. اذا لو حملت مرتين، نزلت مرتين وحملت وكملت الحمل، هذا لا يعتبر recurrent pregnancy. هاي الست تتجوزت وحملت اول مره ونزلت، وحملت ثاني مره ونزلت، وحملت ثالث مره ونزلت، بصير recurrent او habitual abortion. السكندري تكون الست هذه تزوجت وحملت، يمكن نزلت مره او مرتين وولدت بعد هيك كملت حمل للفيابيليتي، سواء مرة أو مرتين نزلت أو ما نزلتش، حملت وولدت وبعد هيك نزلت spontaneously 3 مرات ورا بعض، هذا نعتبره secondary abortion أو habitual abortion. الاتيولوجي لل habitual abortion ممكن يكون chromosomal defects زي اللي حكينا عنه، أو sub mucous myoma. myoma احنا قلنا مايو اللي هو اليوترس، وأوما اللي هو تيومر. إذا صار في اليوترس، أقصد مايو معناها عضلة، فعضلة اليوترس صار في تيومر. أو infections أو endocrine imbalance، إنه صار في خلل أثناء النوتيلال فيز، إنه ما فيش كمية كافية من البروجسترون بينتجها شو اسمه البويض أو الأوفرز بالأحرى. أو incompetent abortion cervix، إنه بعض الستات بصير في بريماتور سيرفيكال دايليتيشن في السكند تريمستر. تعرف السكند تريمستر بيبدأ وزن البيبي يكبر، حجمه يكبر ووزنه يزيد، فمع الضغط على السيرفكس، السيرفكس بشكل غير طبيعي بصير في شوية دايليتيشن، وبالتالي لما يفتح السيرفكس بنزل البيبي. هان ايش اعراضه؟ painless and gradual with eventual expulsion of pre-viable fetus، انه مع وزن البيبي لما يتقل بصير في فش الم، ولكن اليوترس بصير في دايليتيشن والست ما بتلاقي حالها الا في حاجه نازله منها. الاتيولوجي لإله ممكن تكون previous cervical trauma، او في خلل في الاناتومي الستراكشر تبعت السيرفكس عند الست هذه. نيجي للاسسمنت of patient with recurrent miscarriage. The history exposure to environmental toxins، هل كانت متعرضة لحاجات environmental أو بتاخذ drugs أو infection، صار عندها infections أو عندها مشاكل في الجهاز التناسلي تبعتها، أو أي عمليات بما فيها في الجهاز التناسلي بما فيها اسمها dilatation and curettage أو DNC اللي بسموها عملية التنظيفات عندنا بالعامية. The cervical cervix is dilated and curette is inserted. Curette اللي هو المجشط، المجشط فيها الرحم. And used to scrape the uterine، ويقطعوا الاندومتريوم الجزء الداخل منه، واذا في بواقي حمل او شيء زي هيك، وهذا غالبا بيعملوه للانيفيتابل ابورشن. And remove the uterine contents، بشيلوا بالوسيله هذه اللي هو
البي او سي. بدنا نعمل فيزيكال اكزامينيشن، بكون abnormalities of the pelvic of the pelvis او abnormal cervix. بعملوا لهم بعض التست زي هيستيوسبلانجيوغرافي، انه بيحقنوا الصبغه راديو اوبيك وبيصوروا اليوترس، وبالتالي من شكل الصبغه من اليوترس من جوا بيعرفوا انه شكل اليوترس طبيعي ولا لا. باخذوا لوتيال فيز اندومتريال بايوبسي، باخذوا جزء من الاندومتريوم بعتوه للفحص في اللوتيال فيز، او بيعملوا اناليسز للكروموزومات، او طبعا الالترا ساوند هذه بدها متابعه 6 ويكس اوف جيستيشن، يعني اذا نزلت مره ومرتين بصير بعد هيك في الحمل المره الجاي بنقول لما تحملي بدك تتابعي، وبصير كل اسبوعين ولا شيء تعمل الترا ساوند علشان وقتيش يلزم لها حل يعملوا لها حل. نيجي للتريتمنت، اذا في اي اسباب واضحه معروفه بدنا، اذا في انفكشن شيء خلل في الاندومتريوم في الاندوكراين سيستم بدها علاج. انما بيعملوا لها حاجه بنسميها سيرفيكال سيركولاز او الشريدوكار او ماكدونالد تكنيك، اللي بقول لك بيعملوا لها غرزه حوالين عنق الرحم، يوجوالي فاجينال ريجونال انستيجا، يعني بنج موضع في الفاجينا وعن طريق الفاجينا بتنعمل بروفلاكتيك، هاي تعريفها بروفلاكتيك بليسمنت ات ذا اند اوف سكند تريمستر على 12 اسبوع، بحطوا لايك جيتشر، بحطوا غرزة حوالين السيرفكس علشان السيرفكس ما يصير لش دايلتيشن أكتر من هي. placement after cervical change less effective، إذا حطوا لجيتشر هذه بعد 12 أسبوع بتصير الفرصة أنها تنزل. طب هذا ما بيضلش لساعة الولادة، وبالتالي هذا لازم ينشال إما ساعة ما يصير ربتشر للممبرين أو ساعة الطلق ما يبدأ، أو بشكل إلكتف على 37 أسبوع تروح تشيله، لأنه حتى لو ولدت بعد 37 أسبوع فهذا بيبقى عادي نورمال، يعني 37 أسبوع مش مشكلة. السكسس ريت بوصل ل 80 إلى 90%. طبعا أي ست بتنزل وكان هي دمها نيجاتيف ودم البيبي دمه بوزيتيف، لازم تأخذ الأنتي دي اللي حنحكي عنه لاحقا أو نسميه الرقام، عشان لو حملت في المرة الجاية ما جسمها ما يكونش أنتي بوديز ويهاجم البيبي الجديد، حنحكي عنه بالتفصيل هذا. طيب التريتمنت أو الانترفنشن للسبونتينوس أبورشن، الجول تو بريفنت دامج تو ذا مادر اند تو سيف ذا بريجنانسي، هذا اذا كان ان اذا كان يعني في ممكن ان نحافظ عليه. وبالتالي بدنا الست اذا نزل منها اي نقط دم كومبليت بيد ريست اند اوبزرفيشن اوف فاجينال ديسشارج، بدنا نعمل الاموشنال سبورت عشان الستريس هذا ممكن يزود الفرصه للابورشن. measures to promote relaxation in a quiet comfortable environment، بدنا اياها كومبليت بيد ريست في الاول ايام الاولى. poor outcome predicted إذا منسوب البي سي جي نزل معناته والورص ضلوا لفترة طويلة، في احتمال كبير إنه الحمل هذا ما يكملش. intervention كمل لل inevitable أو ال incomplete abortion، طبعا أنا صار في abortion أنا مشكلة ممكن bleeding و fluid volume deficit والحاجات هذه، فبدأ IV fluids ممكن تتاخد على العمليات نعمل دي ام سي أو suction كورتاج إنهم يشفطوا البيبي هذا. بدها متابعة للفيتال ساينز تبعتها لأربع لست ساعات، كمان مرة إذا كان دمها نيجاتيف والبيبي دمه بوزيتيف بدها تأخذ الأنتي دي. always check pathology to rule out the mole، مول الفيزيكولار مول اللي حنحكي عنه المحاضرة الجاية، بدنا نتأكد إنه السبب للبليدنج مش فيزيكولار مول أو الحمل العنقودي. طبعا analgesics و emotional support للست. للكمبليت ابورشن كمان مرة إذا صار بليدنج بدنا نتابع البليدنج إذا بلزمها متابعة أو شيء، إذا كان دمها نيجاتيف بدنا نعطيها الأنتي دي. سبميت ذا بي أو سي في باثولوجي عشان نفحص نشوف إيش أسباب الأبورشن هذا. المست أبورشن بدنا ناخذها على غرفة العمليات ونعمل لها دي أن سي داليتيشن أند إيفاكويشن للبيبي. السبتك شوك أو السبتك أبورشن أقصد بدنا نعمل كلتشر أند سنسيتيفيتي ونعطيها انتيبيوتيك ثيرابي اللازمة لعلاج الشك هذه. للثيرابيوتيك ابورشن
اللي قلنا احنا عبارة عن termination of a pregnancy قبل العشرين اسبوع او قبل الفيلابيليتي، اما لا احنا therapeutic علشان نحمي الام، الام عندها مرض معين ما بتقدرش تكمل الحمل زي ما حكينا في الثيرد والفورث ستيج اوف هارت ديزيزز. تالي الانديكيشن when continuation of a pregnancy may threaten the life of the woman او seriously impair her health. احنا هذا السبب اللي بناخذ فيه. السبب الثاني انه اذا استمر الحمل ممكن ينتج انه في birth of a child with serious physical deformities. احنا هذا اعتقد انه ما بيجوز عندنا في ديننا، بس انا مش فقيه في الاول وفي الاخر. طبعا بالنسبه للالكتيف ابورشن بجوز عندنا، وبالتالي هدول بدهم كونسل، سيبك منه ما بنزلناش. نيجي للنيرسينج بارت، following abortion and nursing diagnosis potential for hemorrhage related to abortion or fluid volume deficit potential for infection related to surgical procedure بالذات اذا عندنا دي ان سي pain related to uterine cramping أو altered comfort pattern and grieving related to loss of a pregnancy. طبعا grieving اللي هو الحداد، الستات بالذات إذا أول حمل أو إشي بصير في نوع من الزعل، بدهم نوع من الطمأنينة ونوع من السبورت. واللي كاتبه ربنا، طبعا إحنا مجتمع مسلم حاجات هذه يعني نتقبلها. تالي طبعا اخذتوا المراحل اللي بمر فيها اي واحد مع البليدنج دينايل والانجر، خدتوها في السايكولوجي والبارجنج والدبريشن، مش هحكي عنها انا هنا. نكمل طبعا هنا على grieving بحكي المانجمنت determine if this was a planned pregnancy. طبعا اذا planned pregnancy وهم حابين، طبعا ممكن بعض الستات تفرح اذا عندها خمس ست انفار ولسه ابنها اللي عبطه العائده من عمره اشهر ممكن تفرح. كل ما كان عدد الاطفال عندهم قليل والفتره يعني بعد اول بعد اخر طفل لها عده سنين، كل ما كان grieving اكثر. assist the woman to discuss her feeling، خليها تحكي خليها تنفس عن حالها. allow the woman time and opportunity to grieve، يعني إذا بدها تعيط تعيط ما فيش مشكلة، طبطب عليها كممرضة أو شيء زي هيك، خلي أمها أختها زوجها عندها، إذا بلزم أحيانا كليرجيمان أو الإمام أو ما شابه ممكن نستعين برجال دين أو ستات دين علشان يساعدوها إنها تتقبل الوضع. نوقف هنا إن شاء الله، والمحاضرة الجاية نستكمل. أستودعكم الله وإلى اللقاء.